السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أعزائي المشاهدين بكل خير. وصلت متسوبيشي أوتلاندر فئة الهاي لاين طراز 2024 إلى أسواق السلطنة. خلوكم متابعين أعزائي المشاهدين لهذه التغطية للتعرف على المواصفات والأسعار. طبعا هذه فئة هاي لاين 7 ركاب. بالنسبة لمواصفاتها الخارجية، المصابيح الأمامية من نوع LED، وهذا هو LED النهاري، قوس مطلي بالكروم، شبك الواجهة الأمامية مطلي باللون الأسود اللامع مع لمسات من الكروم، 4 حساسات ركن على الصدام الأمامي، وإشارات الانعطاف مدمجة مع LED النهاري. فئة الهاي لاين تعتبر رقم 3، أما فئة النص فل تحت مسمى هاي لاين بلس، أما الفئة العليا تحت مسمى اللاين بلس. الإطارات مقاس 255 على 45، أما مقاس الرنجات 20 باللون الفضي والرمادي. إشارات الانعطاف على المرايا الجانبية. خاصية الدخول الذكي بدون مفتاح على مقابض الأبواب. وهذه خلفية فئة الهاي لاين. مثل ما تشوفون الإضاءات الخلفية من نوع LED، جناح على الزجاج الخلفي، وهذه مواصفة كاميرا الرؤية الخلفية. كشاف الضباب راح يكون موجود على الصدام على الجهة اليسرى، 4 حساسات ركن على الصدام الخلفي، منفذ العدم راح يكون مخفي أسفل الصدام. على فئة الهاي لاين الباب الخلفي يفتح يدويا، سعة التحميل خلف مقاعد الصف الثالث تقدر ب 163 لتر. هذه مسانة الرأس قابلة للإزالة، وعند إزالتها نضعها في هذا المكان. بالنسبة للمواصفات، إضاءة منطقة التحميل صفراء، طبعا يجب نزع مسانة الرأس لطي مقاعد الصف الثالث. بعد نزع مسانة الرأس يتم وضعها في المكان المخصص. مقاعد الصف الثالث تطوى بهذه الطريقة. بعد طي مقاعد الصف الثالث ترتفع سعة التحميل إلى 478 لتر. هذه حاملات الأكواب لركاب الصف الثالث بدون مواصفات فتحات التكييف لركاب الصف الثالث، ومقاعد الصف الثاني قابلة للطي بهذه الطريقة. بعد طي مقاعد الصف الثاني ترتفع سعة التحميل إلى 1461 لتر. محرك الأوتلاندر مكون من 4 اسطوانات بسعة 2500 سي سي 2.5 لتر. هذا المحرك يولد قوة 181 حصان والعزم 245 نيوتن متر. يتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT. هذه السيارة تعتمد على نظام الدفع الرباعي S All Wheel Control، وهذا المحرك يقبل بنزين ال 91. مثل ما تشوفون أعزائي المشاهدين، مساعد رفع البونيت يدوي. معدل استهلاك الوقود، اللتر الواحد من البنزين يقطع مسافة 13 كيلو 700 متر، والتقييم ممتاز. أما سعة خزان الوقود 55 لتر. هذه هي طريقة تحريك مقعد الصف الثاني للوصول إلى مقاعد الصف الثالث. في التغطيات السابقة كثيرين طلبوا مني أني أركب في مقاعد الصف الثالث علشان يعني يتأكدون من مساحة الجلوس في هذه المقاعد. الآن بركب في هذه المقاعد ونشوف كيف هي مساحة الجلوس فيها. المساحة جدا جدا ضيقة وأبدا ما تصلح لركوب الأشخاص البالغين. يعني هذه يدوب يركبوا فيها الأطفال. لاحظوا مقعد الصف الثاني كيف لاصق في مقعد الراكب الأمامي. يعني أتوقع والله أعلم، يعني هذه المقاعد تصلح للأعمار من 4 سنوات لحد 9 سنوات، يعني حتى أبو العشر سنوات و11 سنة من الصعب يركب في هذه المقاعد.
مستوى راحة ركوب في مقعد الصف الثاني يعتبر ممتاز. وبالنسبة للمساحة، هذه هي المساحة بيني وبين مقعد السائق، وركاب الصف الثاني متعاونين مع ركاب الصف الثالث. طبعا نقدر نزيد المساحة بهذه الطريقة مثل ما تشوفون، بدون التعاون مع ركاب الصف الثالث المساحة ما شاء الله تعتبر واسعة. بالنسبة للمواصفات، فتحات التكييف الخلفية موجودة مع مساحة تخزين أسفل فتحات التكييف، تنجيد المقاعد من القماش باللون الأسود مع وجود الخياطات، نشد هذا الشريط، بعد الشد ننزل ظهر المقعد، خلفه يكون موجود حاملات الأكواب. الإضاءات الداخلية صفراء، هذه هي ثلاث مساند للرأس لركاب الصف الثاني. سابقا داخلية فئة الهايلاين كانت باللون السيلفر، أما على موديلات 2024 الداخلية جات باللون الأسود. هذا مشبك تعليق الملابس. الأبواب من الداخل، مقابض الأبواب باللون الفضي، فورميكا باللون الأسود، أيضا تنجيد القماش موجود، أما المسكات راح تكون من الجلد، تجويف حاملة القنينة. مقعد سائق بتحكم يدوي مع وجود وسادة لراحة الظهر بتحكم كهربائي. ومقعد الراكب الأمامي أيضا بتحكم يدوي. أسمعكم الآن صوت تشغيل الأوتلاندر، طبعا تشغيل السيارة عن طريق هذا الزر. بسم الله. اختبار مستوى العزل بعد إغلاق باب السائق. مستوى العزل جيد جدا، اختفى الصوت بنسبة 85%. مواصفات السيارة الداخلية، عجلة القيادة مكسوب الجلد مع تطعيمات باللون الفضي، شيفتنج بدلز تبديل الجير خلف عجلة القيادة. هذه أزرار التحكم بمثبت السرعة، الرد على المكالمات عن طريق البلوتوث مع الأوامر الصوتية. وهذه أزرار تصفح معلومات شاشة العدادات مع التحكم بالجهاز السمعي. تصميم عدادات الميتسوبيشي أوتلاندر، السرعة القصوى 240 مع شاشة معلومات مقاس 7 إنش تتوسط العدادات. معلومات شاشة العدادات، السرعة الرقمية، إعادة الضبط اليدوي، معلومات الرحلة، معدل استهلاك الوقود، قياس ضغط الإطارات، معلومات نظام الدفع الرباعي، معلومات الجهاز السمعي، مجموعة الإعدادات. هذه هي الإعدادات، نقدر نتحكم بمانع الانزلاق تراكشن كنترول عن طريق شاشة العدادات. مجموعة إعدادات، إعدادات مساعدة السائق، إعدادات الوضعية الاقتصادية إيكو، قياس ضغط الإطارات، الساعة، إعدادات السيارة، إعدادات الإضاءة والأقفال والمرايا الجانبية، تنبيه موعد الصيانة، ضبط الشاشة، الوحدة. هذه إعدادات نظام المفتاح مع إعادة ضبط المصنع. وبس، هذه كانت أبرز معلومات شاشة عدادات الميتسوبيشي أوتلاندر 2024. طيب، وهذه هي الشاشة اللي تعمل باللمس، مقاس 9 إنش، هي نفسها الشاشة اللي موجودة على بعض طرازات نيسان. طيب، اتصال الهاتف بالشاشة عن طريق البلوتوث. خيارات الجهاز السمعي، الجهاز السمعي مكون من 6 مكبرات صوت، تمام. طبعا هذه الشاشة تدعم برنامج الأبل كار بلاي وبرنامج الأندرويد أوتو. هذه مجموعة المعلومات، وهذه مجموعة الإعدادات. أحط الآن جير ريوس. هذا هو تصوير كاميرا الرؤية الخلفية مع الخطوط الإرشادية. أزرار التحكم بالجهاز السمعي، رد على المكالمات عن طريق البلوتوث والتحكم بالشاشة، يتوسط فتحات التكييف، تحذير الفليشر الرباعي،
عندنا أيضا التحكم بالتكييف أوتوماتيكيا. ودرجة الحرارة مستقلة للسائق والراكب الأمامي. طيب بالأسفل موجود منفذ الـ USB ومنفذ الـ Type-C المتصلان بالشاشة مع منفذ طاقة 12 فولت. جير سيارة أوتوماتيك من نوع CVT. طريقة تبديل الجير ريوس درايف باركينج، نفس الطريقة على نيسان X-Trail. تمام، هذه مكابح التوقف الكهربائية، نظام الأوتو هولد. من خلال هذا القرص نختار وضعيات القيادة ووضعيات نظام الدفع الرباعي كما نشاهد الآن على شاشة الأعدادات. الوضعية الاقتصادية إيكو، الوضعية العادية نورمال، وضعية المنعطفات تارماك لزيادة مستوى الثبات، وضعية طرقات الحصى والصخور جرافل، الوضعية الثلجية سنو، وبالأخير وضعية طرقات الوحل والطين مات. هذه حاملات الأكواب، وهذه هي السدة. طبعا مسند السدة مكسوب الجلد. بالنسبة لسلامة حماية الركاب، على فئة الهايلاين تتوفر الوسائد الهوائية الكاملة الأمامية والجانبية والستائرية، بالإضافة إلى وسائد هوائية لركبة السائق. المواصفات عن يسار السائق: التحكم بمستوى ارتفاع المصابيح الأمامية مع التحكم بإضاءة العدادات. أما على باب السائق، فتح وإغلاق النوافذ، جميع النوافذ تفتح وتغلق بلمسة واحدة. التحكم بالأقفال مع التحكم بالمرايا الجانبية القابلة للطي كهربائيا. مرآة الرؤية الخلفية عادية. الإضاءات الداخلية صفراء، وهذا بيت النظارة. هذه شماسة السائق، عليها المرآة مع إضاءة صفراء موجودة بالسقف، ونفس الأسلوب على شماسة الراكب الأمامي. وبالأخير هذا هو الدرج لأمام الراكب الأمامي. مثل ما تشوفون تصميم الطبلون الجميل على الميتسوبيشي أوتلاندر، بس هذه كانت فئة الهايلاين طراز 2024 من الميتسوبيشي أوتلاندر. الأسعار المذكورة الآن هي شامل الضريبة المضافة. 13000 ريال عماني، أي ما يعادل 126640 ريال سعودي، أي ما يعادل 33770 دولار أمريكي. يشمل هذا السعر التأمين والتسجيل والخدمة المجانية مع ضمان لمدة 6 سنوات مفتوح الكيلومترات. هذا شكل مفتاح السيارة إقفال مع الفتح. لكل من يشاهد قناتي للمرة الأولى، اشترك في هذه القناة. القناة تتميز بالعديد من التغطيات اللي راح ترضيكم إن شاء الله. أعزائي المشاهدين لا تنسوني من اللايك، اللايك حمسني للاستمرار. أتمنى أن عجبتكم هذه التغطية للميتسوبيشي أوتلاندر طراز 2024. تحياتي لجميع المشاهدين، أخوكم ياسر الفارسي.